على كل سنكتفي بهذا القدر عن السوق، نبقى بأخبار السعودية، حيث حصلت شركة جدوى للاستثمار على موافقة هيئة سوق المال لزيادة رأس مالها ب 50% إلى 852 مليون و700 ألف ريال. إذن كيف ستتم هذه الزيادة ولماذا رفع رأس المال؟ نذهب إلى الرياض. ينضم إلي الآن السيد أحمد الخطيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة جدوى للاستثمار. أستاذ أحمد، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. أكيد نود أولا أن نفهم منك لماذا رفع رأس المال، لماذا بهذه النسبة، وكيف سيتم تمويل رفع رأس المال؟ أهلا وسهلا نادين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أرجع للوراء، بداية جدوى للاستثمار بدأت برأس مال مدفوع 500 مليون ريال. خلال السبع سنوات من عمرها حققت أرباح بالحدود 750 مليون ريال، دفعت منها تقريبا 250 مليون ريال كأرباح موزعة، أو ما يعادل 5.5 ريال من 10 ريال القيمة الإسمية، وتبقى في حدود 450 مليون احتياطيات في حساب الأرباح المبقاة. الشركة في توجه لتوسيع أعمالها خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، وخصوصا في مجال الحقوق الملكية الخاصة والبرايفت إيكوتي، وهذه تتطلب إلى التزام بالمشاركة والاستثمار مع المستثمرين اللي تستقطبهم جدوى في الاستثمار في الصفقات هذه. وبالتالي المبالغ اللي موجودة عندنا مستخدمة أور ديبلويد، فتطلبنا إلى تحويل جزء من الأرباح المبقاة إلى رأس المال واستثمار المبالغ الإضافية هذه في التوسع في أعمالنا المستقبلية، بالإضافة إلى أنه زيادة رأس المال تعبر عن ملاءة الشركة، وهذا يساعدنا في المناقشة مع البنوك التجارية عند رغبتنا في الحصول على تمويل للمشاركة في تمويل صفقاتنا المستقبلية. كيف تم الشيء هذا؟ حولنا من ال 440 مليون ريال الأرباح المبقاة 250 مليون إلى رأس المال. نعم، فإذن هي رسملة احتياطي، ما في استدعاء لدفع المزيد من الأموال من المساهمين عبر رايتس إيشو أو حقوق أولوية. أستاذ أحمد، اليوم كما ذكرت أنتم بدكم تتوسعوا، يبدو بالبرايفت أكويتي، بحقوق الملكية بالشكل الملكية الخاصة بالشكل الأكبر. بس إذا رجعنا شوي لأداء الربع الأول، انتهى الآن الربع الأول، بلشنا نشوف الشركات عم تعلن عن نتائج أعمالها، من كان أي كان البزنس لاين اللي أكثر شيء بروفيتبل، اللي ساهم بشكل أكبر بربحية بالربع الأول، يمكن من خلاله بنستشف أوضاع السوق بشكل عام؟ عندنا بشكل رئيسي ثلاث قطاعات اللي دخل علينا الدخل في الشركة. والقطاع الأول اللي هو قطاع إدارة الأصول الأسيت مانجمنت، وهذا يعتمد على الدخل المستقر والمستمر والثابت. والشركة اليوم لله الحمد تدير بحدود الـ 18 مليار و500 مليون ريال، وتعتبر من الأكبر خمس مدراء أصول في السعودية. القطاع الثاني قطاع استثمار أموال الشركة اللي هي بحدود الـ 1.5 بليون، وهذه حققت لنا دخل إضافي خلال الربع الأول. والقطاع الثالث اللي هو قطاع الاستشارات والبرايفت إيكوتي، وشغالين على صفقات تعتبر في مراحلها النهائية، واعتقد ان شاء الله راح تشارك بشكل ايجابي وكبير خلال الربع الثاني. ادائنا الربع الاول كان مره ايجابي ولله الحمد، حققنا 78 مليون ايرادات، وحققنا 55 مليون صافي ارباح، ويعتبر صافي الارباح هذا رقم قياسي في تاريخ الشركه. استاذ احمد، بما انه بتديروا اصول، محفظه اصول ب 18.5 مليار، فلابد ان اسالك اذا عن الاستثمار. فخلينا نحكي عن سوق الاسهم السعوديه اليوم، ما هي وجهه نظركم تجاه المستويات السعريه في السوق السعوديه اليوم واتجاهه المستقبلي للسوق؟ ما هو البت تبعكم، رهانكم على السوق السعوديه اليوم عبر اداره الاصول؟ والله نادين، أول يوم طلعت معك أول السنة، أول 2014، علشان أعلق على أرباح شركة جدوى 2013، توقعنا أنه السنة هذه السوق يسوي ما بين 10 إلى 15%. اليوم إحنا حدود 11% من بداية السنة، فيعتبر أكثر الهدف تقريبا تحقق. ولكن لما أشوف العوامل المختلفة والمؤثرة سواء على مستوى الماكرو إيكونومي، الاقتصاد، البترول أو برنت، خلال الربع الأول 106 مقابل 108 متوسط السنة اللي فاتت نفس الفترة، فما في تغيير كبير. الإنتاج انتجنا في يناير وفبراير 9.6 مليون برميل مقارنة 9.4 السنة اللي فاتت، فما في فرق كبير. الانترست ريت وأسعار الفوائد مرة مختلفة، ما تغيرت وما متوقع أنها ترتفع خلال الفترة القادمة.
الثقة والكونفيدنس حقت المستثمرين مرة عالية، العقار مرتفع كثير، فأكثر العوامل أرباح الشركات جيدة جدا خلال الإعلانات اللي شفناها الربع الأول بالذات في قطاع البنوك. فأعتقد أنه نتيجة للعوامل الإيجابية هذه السوق طلوع أكثر من المتوقع. اللي نرى إحنا يعني السوق ما هو غالي، ما نتكلم عن مكرر أرباح في حدود 20-25 مرة، لا زال مكرر الأرباح بحدود 15.5 اللي هو فورورد، وليس رخيص زي ما كان قبل سنة أو سنتين يوم كان المكرر في حدود 14. أعتقد أنه المستثمر يظل في السوق، لكن نصيحة أنه يكون حذر، يعني ما يبالغ في الارتفاع في 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 الاندفاع الى الاستثمار في السوق. نصيحه للمستثمرين الريتيل لا يندفعوا خلف المضاربات، لانه اذا السوق قاعد يطلع مده 3-4 سنوات يبني الثقه، وكل ما شريت سهم بالذات الاسهم الصغيره تربح، وبالتالي يبدو الناس اللي برا او الغالبيه يستثمروا في السوق، وممكن بناء على او ما استثمارهم او قرارهم ما هو مبني على اسس او دراسات، وبالتالي لما يخسروا تصير كارثه. فانا انبههم من بدري، لسه السوق بدري انه والله انه يكون في بابل او فقاعه او انه غالي السوق، لكن لو حصل انه في تسارع وارتفاعات بنسب كبيره خلال السنه سنتين الجايه انهم يكونون حذرين جدا علشان ما يتكرر اللي حصل ب 2006. استاذ احمد، قلت انه السوق عم يتداول على مكرر 15.5 فورورد المستقبلي. ما فينا نحكي دائما عن متوسط سوق، في دائما محلات في اوفر فالويشن ومحلات فيها اندر فالويشن. فاليوم فيك تعطيني شوي بالتفصيل اكثر رؤيتك لمستويات الاسعار، مش بس على صعيد السوق بشكل عام. بالضبط نادين، في قطاعات وفي شركات ممتازة داخل السوق. لو طلعنا السوق يعني بحثنا فيه، نلاقي فيه كثير من الشركات لا زال فيها فرص نمو، ولا زالت مكرراتها في مستويات مغرية. فإحنا مركزين تقريبا قطاع البنوك لا زال في مستوى جيد وواعد. البنوك حطت احتياطيات كبيرة خلال السنوات الماضية، محفظة الإقراض عندها مرة ممتازة، القروض عندها عالية جدا لأن الاقتصاد محتاج كثير. فأعتقد قطاع البنوك قطاع جيد، قطاع الريتيل أو التجزئة قطاع مرة ممتاز، قطاع الاتصالات كمان مرة ممتاز، وقطاع اللي يبحث عن الدخل اللي هو قطاع الأسمنت راح يستمر في إعطاء دخل أو توزيعات جيدة جدا خلال السنوات القادمة. فأعتقد أن السوق لازال فيه فرص جيدة للي يبحث عن الفرص هذا. وهذه خليني أشير إلى أنه هل أنا أروح وأبحث عن الفرص هذه، وإلا أعين لمدير يبحث عن الفرص هذه؟ فنصيحة للي ما تتوفر له الأدوات علشان يلاقي الفرص هذه، أنه يستعين بمدير في السوق هو اللي يبحث عن الفرص هذه ويوظف أمواله في المكان الصحيح. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الخطيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة جدوى للاستثمار. أهلا وسهلا بك.